السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك أحمد صلاح من شركة مويزي. احنا النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا بالنسبة للديزاينر بالذات، وهي برنامج الكي شوت. برنامج الكي شوت هو برنامج ريندر، معالجة صور. من الآخر انت رسمت الصورة دي، ايه اللي بيحصل؟ ماشي، احنا بنسجل زي الفل، تمام. احنا من الآخر عملنا الصورة دي، يعني عملنا الشاحن ده، ومحتاجين ان احنا نعمل له اظهار بالمنظر ده. السوليد وورك في الحقيقه في ريندر، وفي برامج كتيره بتعمل ريندر. طب ليه اشمعنى الكي شوت؟ الكي شوت اسرع برنامج بيقدر يعمل ريندر للبرودكت، زائد ان هو سهل. حلو، خلونا في الاول نبدا نشوف احنا ايه التجهيزات اللي احنا المفروض نعملها مثلا على برنامج السوليد. اول حاجه في السوليد لازم تتاكد ان ده وده ياخدوا تكتشر تاني، بمعنى احنا عندنا الاثنين دول واخدين ماتيريال مختلف عن دي، ودي واخده ماتيريال مختلف عن دي، وعندنا هنا في ليبل. فاحنا بنجهز لازم ندي للفيس ده لون مختلف، ولازم ندي للشكل ده وده لون مختلف. طبعا مش هنتكلم، مش بنشرح النهارده السوليد، تمام؟ مش بنشرح السوليد. حلو، وهاجي ادي الجزء ده بلون مختلف. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الكيشوت هيقرا ان اللون الجري ده كله هياخد ماتيريال واحده، واللون الاخضر ده هياخد ماتيريال واحده، واللون ده ماتيريال واحده، وده ماتيريال واحده. حلو، نبدا ازاي الكيشوت؟ هنيجي ندخل الاول، مش فاكر في التولز ولا في الانسيرت، نشوف مع بعض. في التولز هتلاقي عندك الكيشوت ده بلجن انا ضايف بيه الكيشوت على السوليد، لان الكيشوت اللي معايا الكيشوت 4، وبالتالي اي حاجه فوق 2014 في السوليد مش هتقرا على الكيشوت، وبالتالي هتضطر تسيف اي حاجه سيف از اس تي بي 2014. حلو، عشان تقدر ترندر. طيب افرض ان انت عايز بدل ما تقعد تعمل اللفه دي عايز تفتح من ده على طول، هتسطب البلجن وتيجي تفتحه من التولز بالطريقه دي وتيجي تدوس ريندر. اللي هيحصل ان هو الـ 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 الشاحن هيتفتح اوتوماتيك على برنامج الكيشوت. معلش الفيديو ده طويل شويه ومش هنقص فيه كتير او هنقطع فيه كتير، فهيبقى شرح مره واحده، فعايزين نركز مع بعض هنعمل ايه في المنظر ده. دلوقتي انا الشاحن عندي في كام ماتيريال زي ما اتفقنا، في 1 2 3 4. طيب لو انا جيت فتحت البروجكت هنا، هتيجي تلاحظوا ان انا فتحالي على الشمال، مع ان البروجكت المفروض يجي على اليمين. فخلينا هنا البروجكت نحطه على اليمين واللايبرري على الشمال زي الديفولت بتاع البرنامج. حلو، دي الانفايرمنت بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا عارف ان اغلبنا في الشغل كي شوت، بس اغلبنا بيعمل ايه؟ بيقوم جايب الماتيريال كده حاططها على ده ويقوم رندر وخلاص. النهارده هنتكلم ازاي نبدا نعمل يعني رندر شبه محترف بالكي شوت. اول حاجه هتختار الماتيريال المظبوطه، هتيجي تختار مثلا بلاستيك، وهتيجي تختار مثلا سي مولدد بلاستيك، وتيجي تختار الماتيريال دي مثلا. حلو، وتيجي تزوم. هتيجي تلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان في تكتشر كده زياده على الماتيريال. هتيجي تدوس دبل كليك عليها وتيجي تدخل في التكتشر. لما تيجي تدخل في التكتشر هتلاقي الماب بتاعه الصوره بتاعه البامب دي اسكيلها واحد، خليها بوينت واحد. ايه اللي حصل؟ اديتك المنظر ده. طيب هل انت عايز التكتشر دي ولا عايز التكتشر دي؟ شفت الفرق؟ ان انا عندي هنا تجزيعه الماتيريال غير دي، وطبعا ده بيفرق معانا في الشكل. فانا هقول ان ده بوينت واحد. وطبعا انت بتعمل الحاجه يعني مش بالسنس، على قد ما بنقعد نجرب لحد ما بتقرب الماتيريال للشكل اللي انت راضي عنه. هفترض ان ده الشكل اللي انت راضي عنه او بوينت تو فايف، تمام؟ خلاص انا كده حطيت ماتيريال بلاستيك. طب انا عايز احط الماتيريال اللي هنا، هعمل ايه؟ هاجي ادخل على الميتال، وهاجي اختار سي مثلا نيكل مثلا، وهاجي اقول
ان دي لون الماتيريال عندي، واجي ادوس دبل كليك عليها عشان اديت الماتيريال. هاجي اقول الرفنس عندي انا محتاج عليه سنه عشان الرفنس ده يزيد شويه بحيث ما يبقاش شكلها مايع قوي كده. حلو، وهاجي ادخل في التكتشر هلاحظ ان مفيش تكتشر، فانا كده مش هضطر احط تكتشر. حلو، وهيبقى ناقص عندي الجزء اللي هو السوكت اللي بيدخل فيه الجزء من الشاحن اللي هو الجزء الثاني ده، وهدي له ماتيريال سي مثلا نيكل برضو بحيث تبقى معايا بالمنظر ده. وهاجي اعلي الرفنس خالص، والمناسبة ممكن تغير لون الحاجة من عندك من هنا زي ما انت حابب. حلو تمام. طيب احنا لسه بنتكلم في حط الماتيريال، ناقص عندي التشارجر هنا. التشارجر هنا عندي اللي هو الليبل بتاعه، هكتب هنا ليبل تشارجر، ليبل تشارجر او تشارجر ليبل ايا يكن، وهتبدا تدور على حاجه مناسبه ليك، يعني حاجه مناسبه ليك. هفترض مثلا ان ده المناسب ليا، هاجي ادوس هنا اوبن واعمل له سيف از. واجي افتح البينت مثلا، لو انت مش معاك الفوتوشوب ممكن تفتح البينت عادي جدا ما فيش حاجه، يعني مش حاجه وحشه يعني. وهنيجي نختار ده نحطه هنا، وتيجي كور بالجزء اللي انت عايزه واجي اعمله كور مثلا. حلو، هتقابلك فيه كمان مشكله ان انت عندك ده عريض وده صغير. المفروض لو انت عايز تعمل شغل مظبوط تبقى عارف مقاس الطول بالعرض كام، وتعمل ده على الفوتوشوب على قده بالظبط. تمام، لكن احنا يعني مش هنقدر نعمل الكلام ده لضيق الوقت اللي معانا، فانتوا حضراتكم ممكن تقدروا تعملوه براحتكم يعني ايه، وانتم بتجربوا، لكن احنا هنحاول على قد ما نقدر نظبط الحاجه بالبيت. هفترض ان هو ده الشكل بتاعي، وهاجي ادوس سيف. هاجي اخد الماتيريال دي اجي افتحها هنا واعملها دراج على الشكل بتاعي ده. بيجي يسالك عايزها كلر ولا بامب؟ لو انت تلاحظ البامب عملها لك بارز وغائر، وباستي اللي هي شفافه، ولا عايزها اد ليبل؟ تمام، هو افضل حاجتين يا كلر يا اد ليبل. لو احنا عملناها اد ليبل هتيجي تدوس دبل كليك عليها وتيجي تدخل هنا تبدا تاديت عليها. هتلاحظ ان انت عندك الانجل بتاعتك، شوف انت عايز تعملها كام، 30 مثلا، 35 مثلا، 25. نقعد نجرب لحد ما الحاجة نوعا ما تتظبط. مثلا واجي اقول هنا 0.5 مثلا، هنيجي نلاحظ ان الشكل عندي ده كان يعني يعني الشكل ده اصغر، يبقى انا كده اسامة اختيار التشارجر. خلينا نشوف حاجة تانية عريضة. انا بعتذر طبعا لان احنا مش محضرين حاجة، يعني مش محضرين ماتيريال بحيث ان احنا نعمل كل حاجه مع بعض يعني. نعمل موبايل تشارجر مثلا. خلونا نجرب الصورة دي مثلا نوعا ما قريبة، ونيجي نفتح البنت تاني نجهز الصورة تاني. و
واجي ادوس كنترول اس واجي ادوس اوكي. طبعا انت لو بتعمل حاجه لشركه مش بتلعب يعني مش بتتراي حاجه زي الوضع الحالي، هتضطر طبعا تسايزن الليبل او هتشوف الجرافيك اللي معاك يعمل لك الليبل. هتيجي تدوس طبعا هنلغي الليبل من هنا، واحنا المره دي حطيناها كولر، هنيجي نعمل سكيل بتاعنا بوينت 5 مثلا. حلو، طلع البوينت 5 قليل، هنخليه بوينت 8، هنخليه مثلا بوينت 7، لا بوينت 8. بعد كده هتشفت، انت هتشفت في الواي مثلا 5، لا هتشفت 10، هتشفت 20، حلو هتشفت 15، 16، 16 ونص مثلا. تمام. وبعد كده ممكن عندك انك تعمل فليب للصورة سواء هوريزونتال او فيرتيكال، حلو، بحيث انك تظبط وضعية الصورة بتاعتك. ممكن نقول السكين مثلا بوينت 7، بوينت 7 8، والدي 17 مثلا. حلو، في نقطة ان احنا بس الماتيريال بتاعتنا دي لو خليناها سودة الباك بتاعنا هتفرق معانا. لا ما فرقتش في حاجة، تمام. عشان الحتة دي اصلا بيضة من الصورة، انا اسف انا معتذر، انا كنت بتكلم ان الكالر ده لما نيجي نغيره اسود اوتوماتيك ده هتبقى سودة، لكن الحتة دي اصلا مش بي ان جي، فبالتالي هتبقى باينة كده للاسف يعني. فدي حلها ان احنا كنا نفتح الفوتوشوب ونشيل الحته دي ونخليها ايه، نخليها شفافه وسيف الصوره بي ان جي وندخلها كماتيريال. طيب احنا لحد دلوقتي جهزنا الكلام ده، هنيجي ندخل في الانفايرمنت نبدا بقى نعمل تجهيزات الانفايرمنت. بس قبل ما اعمل تجهيز الانفايرمنت عايز اقول حاجه صغيره خالص، الاضاءه باينه في الحته دي بالمنظر اللي انتم شايفينه ده بسبب الفلتات، لذلك في الريندر الفلتات مهمه. حتى لو المنتج ما فيهوش فلتس حاول تديله فلتس، لان الفلتس هي اللي بتعمل فرق الاسطح بسبب فرق الاضاءه اللي واقع على الاسطح، فانت حاول على قد ما تقدر تعمل فلتس. وانا اسف ان انا يعني بندخل من نقطه لنقطه، بس علشان حابب اوصل اكبر قدر ممكن من معلومه ليك هتساعدك ان انت تطلع الحاجه بشكل كويس. طيب احنا دخلنا في الانفايرمنت، هتلاحظ ان انت عندك في حاجه اسمها كونتراست. الكونتراست والبرايتنس دول الحاجات اللي بتتحكم في مدى سطوع الحاجه والقصص اللي انت عارفها في الاضاءه دي، نبقى نتكلم عنها في التفصيل، لكن دي مش قصتنا حاليا. تمام، خلينا نتكلم في الباك جراوند اللي حالينا دي. الباك جراوند اللي حالينا دي عباره عن ايه؟ عباره عن اضاءه واحده، سورس اضاءه واحد. لو انت دخلت هنا في الانفايرمنت هتيجي تلاحظ ان انت عندك اكتر من انفايرمنت. في انتيريور، لو دوست دبل كليك عليها هيجيبها لك انتيريور داخل حاجه، لو انت دوست على ده هيجيب لك حاجه بالمنظر ده، لو انت دوست هنا هيجيب لك حاجه بالمنظر ده. والصراحه انا شايف ان اغلب الكلام ده عك، يعني انا ما بحبش اشتغل على حاجه بالمنظر ده. طبعا انت ممكن يعني ايه بقى ايه الشاحن محطوط على الترابيزه والقصص دي، بس انا ما بحبش الصور من النوعيه دي صراحه في المنتجات. في عندك اوت دور، وطبعا المنتج زي كده مش من طبيعته ان هو ترندر في الاوت دور، لكن انت ممكن تستفيد باضاءه الاوت دور، وهنتكلم عن ازاي تستفيد باضاءه الاوت دور. وعندك الاستوديو بالمنظر ده، عندك ثلاث اضاءات وعندك اضاءتين وعندك اضاءه والقصص دي كلها، بحيث ان انت يبقى الضوء الساقط على الحاجه يبقى متاخد من اكتر من زاويه فيبين تفاصيل اكتر في المنتج. خلينا مثلا زي ناخد الاوت دور، وانا بحب الاضاءه دي الصراحه اللي هي اضاءه ضوء الشمس. انا الصراحه بحب الانفايرمنت دي، وباجي اعمل ايه؟ باجي بدوس بدل ما الباك جراوند بتاعتي لايتنج انفايرمنت بخليها كولر. يعني ايه؟ يعني بحتفظ بسورس الاضاءه وبحتفظ بلون الاضاءه وبحتفظ بسطوع الاضاءه وبحتفظ بكل حاجه، لكن بشيل بس الباك جراوند بتاعتي. حلو، وبتيجي تلاحظ ان الاضاءه هنا شارب قوي، يعني هنا الظل يعني الشادو بتاع المنتج شارب قوي، على عكس لو انت دخلت في الاستوديو واخترت حاجه بالمنظر ده هتلاحظ ان الشادو عندك اتفرق نتيجه الاضاءه جايه من هنا وجايه من هنا والقصص اللي انت عارفها دي كلها. هفترض ان اي واحده من دول عجبتك، بنعمل ايه بعد كده؟ حاجه من الاثنين، يا بتبقى على الباك جراوند ان هي بيضه او تديها باك جراوند اللي انت عايزه،
تمام. وفي حالة ان انت هترندر الصورة بي ان جي الخلفية بتاعتك تبقى شفافة، يفضل انك تسيب الكالر ابيض. حلو. وبعد كده ممكن تعمل جراوند ريفليكشن حاجة بالمنظر ده اللي هتبان على اللون الاسود، ان انت تعمل حاجة بده. طبعا احنا عايزين نعمل الصورة بتاعتنا تبقى اشبه بحاجة زي كده. فانا مثلا هفترض ان البوزيشن ده عجبني، هنيجي بعد كده ندخل في الكاميرا. اخر حاجة الكاميرا، عندك في كاميرتين في الكيشوت، في برسبكتيف وفي اورثوغرافيك. البرسبكتيف ده اللي هو المنظورية، اللي هو كأنك بترسم منظور هندسي بزوايا والكلام ده. البرسبكتيف اللي هو عين نملة الدبانة والخصص اللي احنا فاهمينها دي كلها. لو انا جيت زودت هنا الاحظ ان الشكل بيميل للاورثوغرافيك، وكل ما بروح الناحية التانية في البرسبكتيف بلاحظ ان انا الزوال عندي بيبقى اعلى. فطبعا كل واحد على حسب المنتج بتاعته بياخد رقم هو حبه، يعني مثلا انت رقم 30 حبه، تمام. وانا الصراحة بحب ان انا اتحرك بالكاميرا بارقام عشان دايما يبقى كل الحاجة بتاعتي متاخدة من نفس الزاوية. فانا هفترض ان انا سالب 153، دي الزاوية اللي انا معجب بيها، والاليفيجن بتاعها خليه 30. انا كده خلصت اعداداتي كلها. طيب افرض انت عايز توضح الاضاءة في الحتة دي، اعمل ايه؟ هدخل في الانفيرمنت، وهاجي ادخل في ايديت اتش دي ار اي، واجي ادوس عليها، واجي اختار منها من البن، اجي اختار اد هايلايت، وبعد كده اجي ادوس على الجزء اللي انا عايزه. لو تلاحظ انت لما بتيجي تدوس على حاجه الاضاءه بتركز عليها، يعني بص معايا انا دوست هنا بالماوس، هنا الاضاءه تركزت معايا هنا. هو جهاز بطيء شويه بس معلش. هنيجي ندوس هنا هتلاحظ الاضاءه تركزت فوق، هاجي ادوس هنا الاضاءه تركزت في الحته دي، هاجي ادوس هنا هلاحظ الاضاءه تركزت معايا هنا. حلو. بعد ما بتخلص خالص بتدوس دن، يبقى كده انت احتفظت بالايديت بتاعتك بتاعت الاضاءه اللي انت عايز توضح بيها بعض الحاجات. وبعد كده بعد ما بتخلص خالص بتدوس كنترول بي، كنترول بي، وتيجي تختار من هنا الاعدادات بتاعتك. هتيجي تختار بي ان جي ولا جي بي جي ولا تي اي اف ولا غيره، تمام. فانا هختار مثلا جي بي جي في الوضع ده، لان البي ان جي ملوش معنى الصراحه طالما الخلفيه سوداء. حلو. واجي اقول سي 3000 ده المقاس المعقول، وبدوس رندر، تمام. طب افرض انت عايزها بي ان جي، يبقى انت وقتها هتعمل الحاجه الخلفيه بتاعتك هتخليها بيضة. انا اسف لو انا يعني بتوه معاكم. في حاجة أخيرة عايز أقولها لكم قبل ما نرندر. أنت عندك السنس هنا في البروجكت، هتلاحظ إن أنت نزل لك في الموديل وكل كالر أنت ملونه نزل لك هنا على هيئة كومبوننت. فأنت تقدر تهايد اللي أنت عايزه من هنا وتعمل له شو، تمام؟ وتقدر تموف اللي أنت عايزه من هنا من بوزيشن، وتيجي تقول ترانسليت في الإكس مثلا 50 زي ما أنت عايز. حلو. او تعمل له سكيل كمان تخليه 2، يعني انت تقدر تعدل على التصميم بتاعك هنا، تمام. وممكن تقول ان انت عايز تعمل له ستريتش 2، يعني تقدر تعمل ستريتش كمان للتصميم بتاعك هنا، تمام. وتقدر تعمل روتيشن للحاجه برضو بالمنظر ده، وتقدر يعني معلش انا هعمل كنترول زد للكلام ده كله. وتقدر هنا من الموديل كله تعكس زاويتك زي ما انت عايز، بحيث لو انت رسمه على السوليد بشكل خاطئ تقدر تظبط الكلام عليه هنا، يعني بدل ما تقعد تعدل في البوزيشن بتاعك على السوليد او على الرينو تقدر تظبط الكلام بتاعك هنا. يعني انت مثلا لو عايز تظبط الزاويه بتاعتك بالمنظر ده، مثلا عايز تاخد الريندر بتاعك بالمنظر ده وعايز تظبط زاويتك بالمنظر ده كأنه واقف. وممكن لو انت الشكل هرب منك مش قاعد هتعمل سناب تو جراوند، هتلاحظ ان هو قاعد معاك على الشكل. حلو. احنا في الفيديو ده مش بنشرح تولز في الكيشوت. انا عارف ان اغلب اللي بيشوف فيديوهات الكيشوت على الاغلب بنسبه كبيره فتح البرنامج وحط ماتيريال ورندر، بس هو مش راضي على الرندر بتاعه، وهو عارف الماتيريال بتتحط فين وعارف اماكن الحاجه.
احنا في الفيديو ده بنتكلم ازاي تقدر تخرج الحاجة بشكل كويس. وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنحاول نركز ان احنا نعمل رندر لمنتجات تانية، زي منتجات الازاز، زي المنتجات المعدنية، زي الاخشاب، زي الحاجات الانتيريور، زي وحدات الاضاءة. في حاجة اخيرة عايز اقولها، الرندر بتاعك بينزل فين؟ بينزل هنا في الباص ده. يعني هتيجي تلاحظ ان انت عندك هنا، هتدخل في الماي دوكيمنت هتلاقي كيشوت 4 هنا، وبعد كده تدخل في الريندرينج هتلاقي الريندر بتاعك نزل هنا. في كمان حاجه عايز اقولها لك، ان انت تقدر تغير مكان الريندر بتاعك من هنا. تقدر تشوز المكان اللي انت عايزه من هنا تغيره. احنا بكده نكون خلصنا. ما تنسوش تعمل سبسكرايب للقناه، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وشجعونا ان شاء الله عشان نعمل فيديوهات جايه باذن الله ليكم في برنامج الكيشوت.